فكر ارتيتا اعمل دور مركب جديد، لاعب نص يبدا في قلب الدفاع وفي نص الهجمه يتحول لجناح. هايل يا كابتن بيب، وفي اخر الهجمه يبقى مهاجم وهبي في انصاف المساحات بين الباكين. كابتن بيب انت كويس؟ معلش ضغطي واطي شويه. يا راجل عيب الكلام ده، انت ناقص تضغط على الجمهور في البيت. يا ابني بتكلم على ضغط انا، يورجن كلوب خصم متعب قوي. سلامتك يا بيب، هو بصراحه كلوب كوتش جامد. مش فكره كاتشانه يا ابني، ناس بتحبه بشكل مستفز، يكسب يمجدوا فيه، نكسب احنا ناخد ضغط اعلى يروحوا يواسوه هو. عندك حق والله، حتى بطولاتنا مش مهنين عليها. بطولاتنا مستغل احزاني وبتزيت ميكائيل. محتاجين مدرب جديد، حد عنده قصه حلوه يسرع من كلوب باللقطات دي. احنا محتاجين لاعب شبه كلوب، حد عنده مسيره كرويه متواضعه ودايما بيفاجئ الناس ويبقى محبوب من زمايله وعنده شعبيه مع الجمهور، وكمان مهم يكون دماغ مختلفه. طبعا طلبك عندي دقيقه وجاي لك يا كوتش. واقف هنا يا محمد. كوتش بيب جبته لك، ايه رايك؟ هو في ايه؟ اقعد اقعد اتعلم، ما تخافش، تعال خد لك كاس ولا اتنين. استغفر الله العظيم. بس هو دماغ تانية، هي الدماغ مختلفة فعلا. أعزائي المشاهدين صباح الخير، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عدنا إليكم يا عزيزي لاستكمال قصة يورجن كلوب. لما تم الإعلان إن يورجن كلوب هيوقع مع دورتموند، كان رد الفعل المبدئي سلبي جدا من جماهير الفريق اللي شافت إن إدارة النادي تعاقدت مع مدرب قضى لا مؤاخذة أغلب مسيرته في دوري درجة تانية بيصارع الهبوط، وفي الأصل لعيب كورة مغمور بوردر لاين فاشل، ما فلحش كمهاجم وخلوه يرجع دفاع بالعافية، ومالوش أي رصيد عاطفي أو تاريخ مع أهل المدينة، فكان هناك شكوك من جماهير دورتموند. هو ده يعني الجدع هيحقق لنا امجاد هيتزفيلد؟ احنا اي نعم مفلسين، بس احنا برضه اسماعيلي المانيا. هم قالوا كده يا ابو حميد؟ بص يا عزيزي، الماكينات هم المنجايه، احنا عايزين نلعب على بطوله. الاختيار ده يا عزيزي كان باين للجماهير ان النادي مختار مدرب زي ده عشان يخفف طموحات الجماهير، وشكله كده بيقول ان هدف النادي الجديد مجرد البقاء في الدوري، وده كلام ما يعجبناش. كان متزاحم قائمه المعترضين دول التراس الفريق وجمهور مدرجه الجنوب الشهير. بيحكي الصحفي الالماني يولي هيس ان كلوب اول ما وصل دورتموند طلب انه يقابل كبهات الالتراس عادل شكل وحميده. ده عزيزي شيء غريب مش معتاد خالص من مدير فني، خصوصا في دوله زي المانيا معروفه بالصرامه والجديه. بس الميعاد كان اتحدد فعلا بين كلوب والكبهات. يومها يا عزيزي واحد منهم اتاخر عشان السكه كانت زحمه، فما قال له معلش اعتذروا بالنيابه عني وابتدوا الاجتماع من غيري. بعدها يا عزيزي بدقيقه واحده لقى موبايله بيرن وكلوب بيكلمه على الموبايل وبيقول له ما تشيلش هم يا اسطى وخد وقتك وهنبتدي لما توصل. في الاجتماع نفسه يا عزيزي كلوب قال لهم ان طموحه هو نفس طموحهم وهدفه رجوع دورتموند لمنصات التتويج، وده محتاج شغل ووقت وتعاون بيننا كلنا. وقتها عزيزي انطباع جمهور الفرقه اتغير بعد الموقف ده، المقابله دي غيرتهم 180 درجه وبقوا زيهم زي جمهور ماينز مصدقين. موقف تاني بيحكي واحد من ضباط الامن في دورتموند ان خلال الشهور الاوليه من اداره كلوب للفرقه حصل ان قالوا قدامه بالصدفه ان جدته عيد ميلادها 90 قرب ولسه لحد النهارده بتشجع وبتتابع دورتموند. فكلوب بقى قايل له انا عايز اكلمها في عيد ميلادها، فالراجل ابتسم له كده اهو ويعني افتكر ان هو المدرب الكيوت الحبوب الكلبوب بيقول مجامله لطيفه كده وبيحلو عشان يعني ايه حل عن سمانه يعني عشان يعني يبان متواضع وعامل حالة حلوة يعني. لكنه اتفاجئ في يوم عيد ميلاد جدته ان كلوب فاكر، كلمها في التليفون وخد منها العنوان عشان يبعت لها ورد وقال لها كل سنة وانت طيبة يا ست الكل، وغنى لها بالفساد وكل الاجواء دي. تفاصيل يا عزيزي قد تبدو لطيفة وعادية جدا، بس لما تفكر ان واحد زي ده ممكن يهتم برجل امن في النادي وبجدته اللي هتكمل 90 سنة وتعد كام واحد من اللعيبة والمساعدين والاداريين وباقي عمال النادي اللي مكون علاقات معاهم علاقات فيها اهتمام حقيقي، ساعتها عزيزي هتدرك ان دي موهبة خارقة. ابو حميد انت قابل دافعين لك ليه يا عزيزي؟ اصل انا حاسس انت بتلخص لي مسلسل لاسو. ليه يا ابو حميد بتعمل كده؟ احكي لي قصه مدرب هيكسب بطولات بعد كده، ليه بنسمع القصص اللي وراء الاحداث دي؟ الفكره يا عزيزي ان عند الدرجه دي من الاهتمام اللعيبه بتحس ان المدير الفني مهتم بيهم كبني ادمين مش كالات بينفذوا اوامره، وده دايما عنصر مهم في مسيره المدربين الكبار خصوصا الاولد سكول منهم زي طبعا السير اليكس فيرجسون او كارلو انشيلوتي او حتى جوزيه مورينيو. وكلوب من اهم الاسماء في هذه القائمه، لما بيتعاقد مع لاعب جديد مثلا بياخده يعزمه على العشاء ويقعد يكلمه ويساله عن حياته ويطمن على راحته وراحه عيلته، مرتاحين في البيت الجديد اللي انتوا قاعدين فيه في المدينه ده، بيسأله حتى عن توفر الاكل اللي هو بيحبه في المدينه، بيتكلم معاه على اي حاجه في الدنيا الا كره القدم. الاهتمام ده يا عزيزي احيانا عند بعض اللعيبه بيترجم ان انت تثق في المدرب لان هو شايفك كانسان مش كآله بتجيب جوان وبتعمل اسيستات بعدد معين في الماتشات. فلما يقول لك ان انت تقدر تجري 12 كيلو بدل 10 كيلو في الماتش فانت هتصدق وتجري 13 كيلو كمان عشان تبقى عند ثقته الانسانيه قبل ثقته الكرويه. ويمكن يا عزيزي السر ده هو اللي بيخلي يورجن كلوب قادر يخرج من اللعيبه الاندر دوج دول احسن نسخ منهم. صعب يا عزيزي مثلا تتخيل
لعيبه كبار زي محمد صلاح او ساديو ماني انهم ممكن يبقوا بالون دور كونتندرز وقريبين كذا مره ان هم يبقى احسن لعيبه في العالم الا مع مدرب زي يورجن كلوب. الكلام ده بياكد عليه روبن فاندر فيلر كابتن وحارس مرمى فريق دورتموند في 2008 والسنين بعدها كمان، واللي قال قد ايه اجواء الثقه والحماس اتغيرت مع وجود يورجن كلوب. الراجل ده كان عنده مقدره غريبه انه يرفع من طموحهم وامكانياتهم من غير ما يعمل اي ضغط عليهم. وبالفعل يا عزيزي كلوب بيحقق معجزه جديده، وفي موسم 2010-2011 بيقدر يحصل على الدوري الالماني من قلب الحلوف بايرن ميونخ، ذلك العتي المفتر المسيطر على الدوري الالماني واخده لحسابه. احنا بنحارب دوله يا بيه. في 3 سنين يا عزيزي يورجن كلوب نجح انه ياخد فريق مفلس مستلف من ألد اعدائه عشان يدفع للاعيبته، واقصى طموح عنده انه يفضل في المنطقه الدافيه ما يهبطش، الى انه يكون بطل المانيا. نجح في تكوين فريق كره قوي، وقوته دي يمكن اكبر بكتير من مجموع افراده. صحيح يا عزيزي كان في منهم لعيبه موهوبه جدا هو اللي اكتشفهم او اللي رجع لهم ثقتهم في نفسهم، زي ماتس اوملز مثلا اللي مشوه من بايرن ميونخ، او جوندوجان اللي بعد كده راح السيتي، وماركو رويس وكاجاوا، او المهاجم البولندي المغمور اللي جابه سنه 2011 واصبح من اهم مهاجمين اوروبا روبير ليفاندوفسكي، او الناشئ الجوهره ماريو جوتزا اللي الجمهور الالماني لما شافه تحت قياده كلوب كان بيعتبر وقتها النسخه الالمانيه من ميسي. بس جنب اللعيبه دول كان في لعيبه قليله ويمكن اصلا ما تكونش سمعت عنهم، زي سوبيتش او بين تيدنر او شميلزر او بيتشك. اللعيبه دي يا عزيزي لو جيت عملتهم يعني في حد خبير في الكوره هتكتشف ان امكانياتهم اقل بكتير من مستوى فريق كسبان الدوري الالماني، بس قياده كلوب كان قادر يعوض فرق الامكانيات بالثقه والمجهود والقلب، وقدر في موسم 2011-2012 انه يوصل لقمه النجاح المحلي لما يحقق ثنائيه الدوري والكاس لاول مره في تاريخ دورتموند، بعد ما كسب بايرن ميونخ في نهائي كاس المانيا 5-2. ايه ده يا ابو احمد، اتعرض على التلفزيون الناشونال تي في قدام الناس كده هو؟ خليني اقول لك على التقيل يا عزيزي، هو في اتقل من كده يا ابو احمد؟ فريق بايرن يا عزيزي لم يكن فريق يعني في اضعف حالاته التاريخيه، ده كان في فرانك ريباري وروبن ارتو وسباسيان وسبانشتايجر وتوماس مولر ونوير وثلاث ارباع منتخب المانيا اللي كسب كاس العالم. الفريق ده يا عزيزي بتاع بايرن ده وصل في نفس السنه لنهائي دوري ابطال اوروبا وخسرها بضربات الجزاء قدام تشيلسي. الفريق التقيل ده كان من اسبوع واحد بس يورجن كلوب كان قالع له الحزام وبيصحخه في نهائي الكاس. من انت شوهت صورتي عن كره القدم، بل انه لما طلع في المؤتمر الصحفي واتسال عن هذه النتيجه التاريخيه قال بشقاوه وفخر، طب ايه رايكم؟ طب والخمسه دول احنا كان ممكن نجيب جوان اكتر. كواهم التألق المحلي التاريخي ده خلى طموح الكل يعلى وعينيهم تروح ناحيه اوروبا، وما كانش صعب المره دي ان كل الناس تصدق لما كلوب بيقول لهم احنا نقدر. ولكن يا عزيزي تاتي الرياح بما لا تشتهي القرعه، طموح بروسيا دورتموند اصطدم بمجموعه الموت في اوروبا في موسم 2012-2013 واللي فيها يا عزيزي اربعه ابطال دورياتهم، بروسيا دورتموند بطله المانيا، ريال مدريد جوزي مورينيو اللي خد الليجا الاسبانيه ب 100 نقطه، اياكس امستردام بطل هولندا، ومانشستر سيتي اللي كان لسه واخد الدوري الانجليزي بهدف اجويرو الشهير، الهدف اللي جه في اخر دقيقه وجاب لهم البريمير ليج وجاب لكل مشجعي مانشستر يونايتد جلطه استمرت 30 سنه. ولكن يا عزيزي اللي حصل عكس كل التوقعات، دورتموند تصدر المجموعه وما خسرش ولا ماتش، جاب 14 نقطه من اصل 18، بعدها تاهل بسهوله من الدور 16 بعد ما كسب شختر الاوكراني بمجموع الماتشين 5-2 شختروم، عشان بعد كده يقابل فريق ملقا في الدور الثمانيه، فريق قوي جدا تحت قياده المدرب بيليجريني، في الذهاب بيتعادلوا 0-0 في اسبانيا، وحلم وصول لنصف النهائي التاريخي بقى قريب، بقى على بعد 90 دقيقه بس في السيجنال ايدونا بارك. بس 90 دقيقه ما كانوش كفايه، دورتموند كان متاخر 2-1 لحد اخر 3 دقائق في الماتش. يا ابو حميد انا افتكرت خلاص الموضوع انتهى، اخر 3 دقائق في برنامج الدحيح انت عارف ايه اللي بيحصل. الماتش يا عزيزي خلص 3-2 لدورتموند، فجأة غير متوقع يا ابو حميد. نفس الثلاث دقائق دول من 10 سنين هم اللي منعوا كلوب انه يتاهل للبوندسليغا بعد ما فرانكفورت جاب الجونين في اخر 30 ثانيه، المره دي الثلاث دقائق في صالحه بيلعبوا معاه عشان يتاهل فريق بروسيا دورتموند في الدقيقة 93 لنص نهائي دوري الأبطال. وفي يوم 24 إبريل سنة 2013 بنكون على موعد مع لحظة جديدة فاصلة في تاريخ يورجن كلوب، لما ريال مدريد في نسخة فيها رونالدو وهيجوايين وراموس وتشابي وأوزيل ومودريتش وبنزيما في كتيبة بيقودها جوزيه مورينيو بيروح السيجنال إيدونا بارك، مباراة عزيزي توقع المتابعين أنها سوف تكون سهلة على المرينجي. ما تأخذنوش يعني يا جماعة بتوع دورتموند،
انتوا كسبتوا ملقا في اخر ثانيه، ومع كامل الاحترام لملقا واهل ملقا والقائمين على ملقا، بس دول ما يجوش حاجه في ريال مدريد. طب وقع انا ابو حميد ما تستاهلش بيه، ما كلوب كسبه في دور المجموعات عادي ما تستاهلش. عزيز المشاهد الجميل، نصف النهائي مختلف، النوك اوت غير اي حاجه تانية، وانت عارف ريال مدريد كويس، يبقى مضغوط لحد اخر الماتش ومطلع شخصيه البطل يكسب. وبالفعل كان نصف النهائي مختلف، لان العالم صعق بعد 66 دقيقه من الماتش لما ليفاندوفسكي بيحط الجون الرابع لدورتموند. وليه ايه ليه هو جايب 4 جوان قدام ريال مدريد؟ ليفاندوفسكي بيعمل سوبر هاتريك بيكسب ريال مدريد 4-1. الليله دي يا عزيزي مش تاريخيه في حياه يورجن كلوب، عشان حط دورتموند في نهائي الابطال قصاد بايرن ميونخ، بالرغم انه خسر ماتش العوده في مدريد 2-0، بس اهل النهائي. ولكن هذه الليله كانت تاريخيه، لانها اول مره تحط اسم يورجن كلوب راس براس مع جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا كمان. كل عزيزي كان بقالها كام سنه كده بتغير جلدها، بندخل عصر جديد من الداتا واشكال تكتيكيه اكثر تعقيدا، كل لاعب بقى مطلوب منه 8 ادوار في الملعب، والحارس بقى مطلوب منه يصنع العاب ليله. وكان دايما القطبين اللي بيتنافسوا خلال السنين دي جوارديولا وجوزيه مورينيو. منافستهم في الدوري الاسباني مع برشلونه ومدريد، الصداقه القديمه اللي بينهم اللي تحولت بعد كده للصراع، الكوره الهجوميه المستحوذه والتيكي تاكا قصاد الدفاع وركنه الاتوبيس واللعب على الضربات الثابته، وطبعا معاهم منافسه القرن ميسي ورونالدو اللي ساهمت في جعل هذا الصراع صراع اسطوري. كلوب في هذه السنه حط نفسه لاول مره كجزء من معادله الكوره وسنواتها اللي جايه، وظهر هنا احتمال ثالث في الدنيا، لا هو شخص مختار بيدعمه كرويف بنفسه زي ما حصل مع جوارديولا، ولا هو ذا سبيشال وان الكاريزما صاحب التصريحات الناريه زي ما مورينيو بيطرح نفسه من اول ثانيه كشخص معجزه. في الوقت ده ظهر يورجن كلوب كشخص بيحاول وبيتطور، بيقع وبيقوم وبيغلط وبيصلح، بيكسب احيانا وبيخسر كتير زينا كده وشبهنا، شخص عادي نورمال وان، لا كان لعيب كوره تاريخي ولا كان بيشرف عليه مدرب تاريخي ولا كان بيلعب مع لعيبه تاريخيين ولا حتى كان اسطوره في بيتهم. بالعكس هو نفسه بيقول انه زينا بالظبط، ولو انا عملتها انت كمان ممكن تعملها. حتى لما اتصدم برحيل اللاعب الاهم عنده وابنه اللي اكتشفه ورباه ماريو غوتزا اللي وقع لبايرن ميونخ قبل اسبوع واحد من نهائي دوري الابطال، اللحظة اللي كلوب حس ان هيجيله فيها ازمة قلبية لما عرف اللي عمل ماريو جوتزا، وحتى لما خسر النهائي نفسه بجون اريان روبن في الدقيقة 89 وراح حلم دوري الابطال، عرف يقف في المؤتمر الصحفي بروح خفيفة ويقول ان ما كانش في حاجة احسن ممكن تحصل. يمكن لو جوتزا لعب كنا كسبنا، بس هنعمل ايه؟ هو نفسه يتمرن مع جوارديولا، وانا مش هعرف اكون اقصر 20 سنتي وما عنديش شعر. على فكره ده تنمر، انا مش هبل. كلوب قال خلينا نشوف السنه الجايه هنتعامل ازاي بعد ما جوتزا مشي. تصريحات يورجن كلوب كانت شايله جواها مراره، بس كالعاده كان فيها بعض من الامل، وكمان كانت بدايه صراع كروي تاريخي استمر من هذه اللحظه لحد يومنا هذا، صراع بين كلوب وبيب جوارديولا اللي بعد فترته التاريخيه مع برشلونه راح يدرب بايرن ميونخ بهدف واحد، انه يكتسح الكره الاوروبيه وينيمهم كلهم من المغرب. يورجن كلوب لم يكن خصم محلي سهل خالص، بالعكس من اول ثانيه والماتشات بينهم بقت كلاسيكو، بس في الاول وفي الاخر الكفه بينهم لم تكن متساويه. صحيح يا ابو حميد ما خدوا منه ماريو جوتزا، وانا ما قلتلكش يا عزيزي الموسم اللي بعده خدوا كمان ليفاندوفسكي في 6 شهور بس، بايرن خد من بروسيا 2 من اهم لعيبه الفرقه. شفت شاوت القصيرين يالا؟ ها؟ قصيرين القرعه يالا. والرغم من كل ده كلوب فضل يحاول ويحاول ويحاول، بنى الفريق من اول وجديد، جاب اوباميانج ما تعرفش منين ومختاريان ما تعرفش شافوا فين، قعدته بيجيب لعيبه مغموره ما فيش ناس كتير تعرفها، هو اللي بيصدق فيهم وبيطورهم. وبالفعل فضل يورجن كلوب بينافس، في اول 11 ماتش في موسم 2013 2014 كان كسبان منهم 9 ومتعادل 1 وخسران 1، احسن افتتاحيه لبروسيا دورتموند في الدوري طوال تاريخه، ولكنه مع ذلك كان في المركز الثاني ورا بايرن ميونخ، لان جوارديولا كسب 9 ماتشات وتعادل ماتشين وما خسرش. وفي المؤتمر الصحفي قبل ماتشهم قصاد بعض اتسال كلوب عن المنافسه مع البايرن والموسم الحالي، ورد بجمله ممكن تحكي على ال10 مواسم بعدها اللي تنافس فيها جوارديولا وكلوب بين المانيا وانجلترا. كلوب قال احنا معانا قوس وسهم، لو نشلنا كويس هننجح، المشكله الوحيده بقى ان خصمنا معاه ار بي جي بازوكا، فلو لوش هيعملنا. بعدها سكت ثواني واستجمع قوته اللي بقت عنده من كتر ما وقع ورجع تاني، وكمل جملته وقال بس انا بفكر ان روبن هود كان ناجح فاحنا كمان نقدر ننجح. روبن هود هي الشخصيه الفولكلوريه الشجاعه اللي ماشي بقوس وسهم يحارب الاغنياء عشان يفضل في امل للفقراء يعيشوا، بينجح احيانا وبيفشل احيانا ولكنه دايما بيحاول، وهي دي الشخصيه بتاعت يورجن كلوب، او على الاقل الشخصيه اللي كان بيشوف بيها نفسه. وعشان الشخصيه دي تحديدا ومع قرار يورجن كلوب انه يسيب دورتموند في نهايه موسم 2015، لانه زي ما قال وقتها التجربه خلصت والنادي محتاج تغيير، عشان كده انا لازم امشي. كان في نادي معين الناس كلها كانت بتفكر انه لايق عليهم وهم لايقين عليه، ولما مشي من دورتموند كان وداع تاريخي ومؤثر.
بعد 7 سنين عدوا على جمهور دورتموند زي الحلم الجميل. مئات الالاف وقفوا جوه وبره ملعب السيجنال ايدونا بارك يودعوا مدربهم اللي خدهم من الارض للسماء. هو يا عزيزي كان بيفكر انه على الاقل هيوقف سنه تدريب، بس في نادي واحد بس لو كلمه هيقطع اجازته ويروح. بالصدفه كان هو نفسه النادي اللي كل جمهور الكوره نفسه يشوفه فيه. بالفعل يا عزيزي في اكتوبر 2015 نادي ليفربول الانجليزي اعلن ان مدربه الجديد سوف يصبح يورجن كلوب. في كتاب جميل اسمه كلوب ماي ليفربول رومانس كتبه أنتوني كوين بصفته مشجع للنادي، بيكتب عزيزي ذكرياته معاه ومع علاقته الطويله مع كلوب وهوسه بيه من قبل ومن بعد ما درب فريقه. في جزء من الكتاب بيستعرض كوين جزء من يومياته كتبها يوم 9 اكتوبر بعد يوم واحد من توقيع يورجن كلوب مع ليفربول. بيحكي فيها عن حماسه لوجود الراجل ده لدرجه ان مراته قالت له يعني ما تلم نفسك شويه، ده شكل كده ولا كانك بتكراش عليه ولا متجوزك هيتروسيكشوال، ومن ساعه ما قفشتك بمجلات فيها صور ارزن فينجر مش مرتاح لك. الحقيقة عزيزي ان هو ما انكرش، ولكن صراحة بالحقيقة انا بالفعل عندي كراش على يورجن كلوب، وعندي دي دريمز احلام يقظة اني بتمرن معاه وسط اللعيبة، وانه في اخر التمرين بيقرب مني ويمد ايده ويسلم عليا ويقول لي نايس. بعيدا عن مبالغات كوين الا انه كان بيقول انه فضل يحلم الحلم ده لسنين على امل ان كلوب بيبقى مدرب ليفربول الجاي، وانه لما شافه في اول مؤتمر صحفي كان بالظبط زي ما كان يتخيله، واثق متواضع ذكي دمه خفيف، حس ان هو ده الشخص اللي فضل مستنيه طول عمره. المؤتمر الصحفي اللي بيحكي عنه كوين ده كان تاريخي فعلا. صحفي قال لكلوب ان مورينيو لما وصل انجلترا قال لهم انا السبيشال وان، فانت بتوصف نفسك ازاي يا عم كلوب؟ كلوب بقى قايل له انا شخص عادي، ولو في حد في الاوضه دي بالصلاه على النبي فاكر اني بعرف اعمل معجزات فحب اقول له ده مش هيحصل ابدا، انا شخص عادي تماما، اي ام ذا نورمال وان، لو في حاجه هتحصل بجد فهي هتحصل بينا كلنا، وانا كل اللي اتمناه اني انبسط بشغلي هنا، اي هوب تو انجوي ماي ورك هير. لو تعملت عزيزي لهذه الكلمات وفكرت هل كلوب فعلا مصدق انه شخص عادي؟ هي عزيزي بتامل في هذه الكلمات كتير وبفكر هل كلوب فعلا مصدق انه شخص عادي؟ هل مش مدرك انه في اللحظه دي من اهم مدربين الكوره وفي عالم خلقه جوزيه مورينيو قايم على البيف المستمر والنكش وقصف الجبهه والريسبكت ريسبكت ريسبكت، ليه واحد يطلع يقول انا شخص عادي؟ متخيل ان كلوب عارف انه بالشغل وبالانجازات اللي هو عملها والخبره اللي كونها على مدار سنين وموهبه زرع الامل اللي عنده اكيد دول مش بتوع شخص عادي، بس في نفس الوقت اللي هو عايز يقول لجمهوره ولاعيبته ويقولوا لك انت كمان ان مفيش قوه خارقه في الموضوع، مفيش سحر ولا معجزات، وكل اللي انا بعمله اني بحاول اطور من نفسي. سهل قوي الناس تصدق ان في واحد هو المخلص، صعب ان هم يصدقوا في نفسهم وفي قدرتهم على الفعل، وده تحديدا اللي كان محتاج يطوره يورجن كلوب، وهو ده سحره اللي حصل على مدار 9 سنين بعدها، سنين لسه قريبه وفي ذاكرتنا كلنا. وزي ما كلوب قال في نفس المؤتمر التاريخي مش مهم الناس بتفكر فيك ازاي وانت داخل من الباب، المهم فعلا هيفتكروك ازاي وانت خارج من الباب. هنفكر ازاي جمهور الكوره بشكل عام وجمهور ليفربول تحديدا هيفتكر كلوب بعد التسع سنين دول؟ اظن يا عزيزي انه شيء مستحيل الارقام تعبر عنه، الارقام الباده الجافه الممله دي هتقول لك انه خد دوري وخد شامبيونز على كم كاس على كم سوبر، الارقام اللي ممكن برضه تقول لك انه وصل نهائي الشامبيونز 3 مرات وخسروا مرتين قدام نفس النادي بشكل عجيب، الارقام برضه هتقول انه خسر الدوري الانجليزي مرتين في اخر يوم في الموسم، مره ب 97 نقطه ومره ب 92 نقطه، دي يا عزيزي مش بس اعلى نقط يحققها فريق من غير ما ياخد البطوله، بس الاحصائيه دي ما تفكرش بحاجه، نفس اللي حصل في ماينز، لكن النقط دي ممكن تخليك البطل في 28 نسخه من اصل 32 موسم اتلعبوا من البريمير ليج. كل الارقام دي يا عزيزي مش بالضروره يبقى ليها اهميه في الرحله الشخصيه، لكن يا عزيزي خليني اقول لك ان الارقام دي مش بالضروره تكون بتعبر عن رحله كلوب بشكل كامل. صحيح يا عزيزي ارقام جامده جدا، بس لو ركزت فيها هيفوتك المعنى كله زي ما كلوب بيقول، لان اللي هيفتكره جمهور الكوره عن كلوب وهو خارج من الباب هو الحماس والامل والمشاعر، هنفتكر صورته وهو داخل اول مره الانفيلد وبيشاور على شعار النادي وبيضحك، الامل اللي صنعه بمجرد وجوده، موسم محمد صلاح الاولاني اللي كان عامل زي الحلم، صلاح عزيزي كان شخص عادي كان بيركب 5 مواصلات عشان يروح من نجريج للمقاولين من كام سنه بس، الزمالك عزيزي رفضه عشان يمد محمود قطه، دلوقتي اسم محمد صلاح بقى بيتحط قدام رونالدو وميسي راس براس وينافسهم على مين احسن لاعب في العالم، هنفتكر يورجن كلوب واحد زي ارنولد الناشئ اللي وثق فيه وساعده واللاعب اللي جابه من هال سيتي روبرتسون واللي بقى في لحظه احسن باكات يمين وشمال في العالم، ازاي كلوب حول ثلاثيه ماني وفيرمينيو وصلاح اللي جابهم بلغه الكوره بتراب الفلوس حولهم لثلاثي هجوم بيتقارب مع ثلاثيات تاريخيه زي الار بي جي رونالدو وبنزيما وجارث بيل او الام اس ان ميسي سواريز ونيمار، هنفتكر السخريه من دفاعه في مواسمه الاولى وانه موضوع روبن هود ده تحول الى نقطه ضده، كله بسم الله ما شاء الله بيكسب الفرق الكبيره وبيخسر من الصغيره ماشي بيحقق العداله الاجتماعيه في البريمير ليج، وانه ازاي كان مصمم على لعيب زي فيرجيل فان دايك وشايف انه هينقله النقله اللي هو مستنيها، ولما البيك فيرجيل جه النتيجه ظهرت على طول بان الفريق وصل لنهائي دوري الابطال في 2018، هنفتكر نهائي
نهائي 2018 ده كويس، كسرت كتف صلاح وغلطتين كاريوس. بس هنفتكر اكتر فيديو يورجن كلوب وهو بيرقص اخر الليله مع جمهور الفرقه وبيغني شفنا الكاس بعينينا، بس مدريد بشويه حظ حط علينا وعجبي حرفيا ده اللي كان بيغنيه. وطبعا هنفتكر بعد اللحظه دي بسنه لما رجع خد الشامبيونز ليج ورجع كاس ليفربول، وفي الطريق عمل معجزه، اكبر معجزه في تاريخه يمكن، لما في ليله تاريخيه كسب برشلونه 4-0، ليله نادره انتصر فيها الامل كله وكل السعي اتحقق دوري الكورونا وال99 نقطه. الموسم السيء بعدها بعد ما الاصابات شلت الفرقه، بس بالرغم من ده فضل فيه لحظات اعجازيه، لحظات ساحره زي ما أليسون بيكر حارس المرمى يجيب جون في الدقيقه الاخيره لليفربول قصاد ويست بروم عشان ليفربول يلحق التاهل للتشامبيونز، التشامبيونز اللي تاهله بالعافيه. بس بعدها بسنه اتاهل للنهائي تاني وخسر من مدريد تاني، قبلها بست ايام كان خسران الدوري لصالح السيتي في اخر جوله تاني، وبرده كلوب كان قادر يطلع ويقول هنيجي السنه الجايه ويتكلم بثقه شديده لاول مره عن موهبته الخارقه، ويقول يمكن ما اكونش احسن مدرب في العالم، ما بفكرش في نفسي كده على الاقل، بس لو في واحد في الدنيا ممكن يرقص بعد كام ساعه من الخساره ويصدق اننا هنرجع نكسب تاني فهو انا. وبالفعل يرجع كلوب الموسم اللي بعده يقع ويخسر، والسنه دي يرجع يبني ويحلم ويبقى عنده امال. شوف كم مره خسر حلم في اخر دقيقه من اخر ماتش في الموسم، كم مره صدق وعرف يرجع تاني، وكم مره صدق ومعرفش يرجع. الرحله دي حصلت كم مره في ال 23 سنه اللي درب فيهم كوره. ممكن احنا كمتابعين او محبين للكوره دلوقتي او حتى بعدين نقيم كل ده ازاي، وهل اللي جه من بطولات وارقام يقدر يحكي باي شكل عن الرحله؟ ولما يورجن كلوب يعلن انه هيسيب ليفربول بعد 9 سنين فيكون سايبه وهو فريق قوي واقف على رجله قادر ينافس على الدوري لحد اخر نفس، سايب الجمهور والامل في قلوبهم، زي ما بتقول اغنيه ليفربول الشهيره يول نيفر ووك الون. هو ده يا عزيزي الارث والليجاسي الاهم من الارقام، ده بالظبط اللي كان يقصده يورجن كلوب، وده بالظبط اللي هو عمله طول مسيرته. طبعا يا عزيزي مفيش حد يكره انه ينام مبسوط ومرتاح ومنتصر ويتصور على منصات التتويج، وارد يكون بعد كل الاحضان اللي بيديها اللعيبه والجمهور وكل الرقص والعشم والابتسامات اللي بيوزعها باننا هنيجي السنه الجايه، وارد ان كل ده مع كل خساره يكون وراء احباط شديد بيسال فيه نفسه امال امتى هتظبط معايا، امتى بلغه الكوره تحكلي. بس الاكيد يا عزيزي ان يورجن كلوب بعد ما بيلف يلف يلف بيرجع للاصل، وان 9 شهور من المنافسه والحلم والامل والعلاقات الإنسانية أهم بكتير من 90 دقيقة في الآخر يقولوا لنا إذا كنا نجحنا أو فشلنا. ال 90 دقيقة حاجة هشة ممكن تتغير لأي سبب أو أي ظرف. رسالة يورجن كلوب كانت دايماً بتتمحور حوالين القدرة عن احتمال 1% اللي هنخاف نفكر فيه إن يمكن نعملها، وإننا نقدر مهما اتقال لنا ده مستحيل. كلوب خد كلام التنمية البشرية ده اللي كلنا بقينا نتريق عليه من كتر تكراره وانفصاله عن الواقع وحوله لعمل وشغل وإنجازات، خلى الاحتمال لحم ودم وبشر بتجري كل أسبوع في الملعب، حول شوية شباب جاية من حواري لنجوم عالميين، خد كل اللي يقدر ياخده من حناجر الجمهور وصوتهم العالي. يورجن كلوب خلى الكل مصدق، وكأن رسالة يورجن كلوب الكبيرة في الكورة وفي الدنيا عموما كانت شبه كلام الشاعر فؤاد حداد، بنقول لكم عيشوا لا يخيل عليكم لا يخيل الموت وتهويشه، ولا تهويش ابن اخوه المستحيل، حتى الامل لو كان بخيل اليأس ابخل. ده المعنى اللي عبر عنه كلوب بجملة قالها قبل ماتش عودة ليفربول امام برشلونة لما خسر 3-0 في الذهاب، وقال if we can do it wonderful if we can't do it then let's fail in the most beautiful way. دي يا عزيزي دعوة ليك ان انت تحاول تنجح، ممتاز عظيم، ولكن لو مش هتقدر فحاول تفشل باجمل طريقه ممكنه. بس كده عزيزي اخيرا وليس اخيرا، بس شوف الحلقات اللي فاتت شوف الحلقات الجايه، تنسى تبص على المصادر، لو احنا على اليوتيوب اشترك على القناه. من كل اللحظات الحزينه في حياه يورجن كلوب مش قادر افهم ازاي تجاوز ان البريمير ليج راح عليه مره عشان حته من الكره قد كده ما عدتش خط الجول، خسر البطوله في بلف.